السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حفل التميز المحاسبي الذي تقيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للحاصلين على الشهادات المهنية لعام 2023. نجتمع اليوم لنحتفي بالنجاح، بالجهد، بساعات العمل، بالتركيز، بتخطي العقبات، بهذه المشاعر التي تمتلئ بها هذه القاعة وتمتلئ بها صدوركم. 1054 قصة نجاح حصلوا على الشهادات المهنية وهي كالتالي: زمالة الهيئة، شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة، شهادة فني المحاسبة، شهادة المسار التدريبي للمحاسبة الحكومية والمسار التدريبي للمراجعة الحكومية، وشهادة المعايير الدولية للتقرير المالي. نبارك لكم أولاً كل هذا النجاح، فتحية لكم في أول الحفل. هل تقبلون شهادة رجل من خارج مجالكم الآن وفي هذا الوقت؟ قبلتموها وشيء بقول الشهادة على طول. في هذا الوقت لم أرى مجتمع مهني بهذا التفاعل المذهل والحماس منقطع النظير. في كل فعالية ضخمة تجدهم يملؤونها، في كل ورش مهمة تلاقيهم مسجلين ومعبين كل المقاعد، في كل جلسة حوارية تتحدث عن مجالهم تجدهم أول الناس مشاركين، مسجلين، متفاعلين، محتوى متخصص تجدهم دائما متقدمين. المجتمع المحاسبي في هذا الوقت يعيش في أبهى حلله وصوره، فشكرا لإحيائه وشكرا لجعله بهذه القيمة والقدر. ودون أدنى شك نجاحاتكم هي الجزء الأكبر دائما في نموه وازدهاره ونجاحه، فمبارك عليكم هذا الأمر. حقين البزنس إذا بغوا ينصحون يقول نختار محاسب ممتاز، بتسوي أشياء عظيمة، بتفكر، بترتب فكرة مبتكرة، ريادي أعمال، تقنية، أيا كان اللي بتسويه فكر في محاسب ممتاز عنده حس استباقي. عن الحس الاستباقي للمحاسب هذا الفيديو. فأقول لك مشروعنا الجديد بإذن الله بنكسر فيه الدنيا، وبشرك بنجيب أفضل مدير مبيعات وتسويق و HR. شوف هبريان، التجارة ربح وخسارة، وإذا تبي نصيحة لازم يكون عندك أحد يكون عنده حس استباقي. بتمر عليك ظروف بتهزك هزك. لا حول، بيأكد يتفلسف علينا ذلك يا رجال. خشم الريال يحل كل المشاكل. مثل ما انت شايف طال عمرك المبيعات ممتازة ونقل البضائع للمحلات ماشي زي الفل. كم نبيع ذا؟ هذا شارينا ب12.5 ونبيعه ب25. حلو، شلون حسبتها ولا من راسك؟ من راسي طال عمرك. الله يبارك. صبحكم الله بالخير. صبحوا برضا السرور. من ذا الحبيب؟ هذا الموظف الجديد المحاسب. المحاسب، يا الله يقويك. مرحبا أبريان، بس يعطيك العافية بكلمك الموضوع بخصوص موقعين استيراد كميات كبيرة من البضاعة والمستودعات أصلا فيها مخزون. طارق وشو؟ مدير مبيعات. يعني
هو أبخص. بس طال عمرك ترى لازم يكون في تأمين كاش في حساب الشركة. أقول لك هو أبخص. طيب. مساك الله بخير أبو ريان. بس بخصوص مسألة الرواتب أرسلناها القسم المالية. بس محمد يقول إنه الكاش اللي في الحسابات ما يكفي. من محمد؟ محمد محاسب. إيه أبو حس استباقي. إيه مالي قل له إن شاء الله بنصرف إن شاء الله. شكرا. أبو ريان الله يعافيك لازم نسدد الإيجارات بأقرب وقت. بخصوص تعميد الرواتب وش صار عليه؟ أبو ريان ترى دفعات الموردين حلها. الله يعافيك الاستحقاق الضريبي صار عليها. أبو ريان. أبو ريان. سجل التجاري وجاهز. واليوم إن شاء الله بنعلن عن جميع الوظائف المطلوبة. التسويق والمبيعات. لا لا لا. أول واحد يتوظف عندي هو المحاسب. أبشر. خط دفاعك الأول في مشروعك التجاري هو المحاسب. أصحاب الحس الاستباقي مكملين في حفلنا حفل التميز المحاسبي، ونصل لفقرة قصص النجاح. وكل مرة في مثل هذا الحفل نذكر بعض القصص. هذه قصة خاصة لرجل حصل على الشهادة المهنية قبل الهيئة وتاريخ المحاسبة خلال 40 سنة الماضية، والآن بجانب ابنته يحتفل بهذا المنجز لابنته. خلونا نشوف فيديو وتفاصيل أكثر. تخرجت من الجامعة في فبراير عام 81، وتوفيق الله سبحانه وتعالى أنه أنا التحقت على العمل في نفس أسبوع التخرج. وبعد الفترة هذه الله سبحانه وتعالى كتب إلي أنه أنا أحضر دورة تشيس مانهاتن بانك في نيويورك، وهذه دورة جدا 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 معتبرة. طبعاً ذاك الوقت للأسف أنه لسه الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ما أنشئت بالمملكة العربية السعودية، وكانت الفرص المتاحة للشباب السعودي بأنه يتوجه ناحية السي بي اي. والسي بي اي برنامج ما هو سهل. السي بي اي جدا 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 قوي، يعادل له برامج سكبة في القوة. الكلام هذا نتكلم عن عام 92. فجلست للدورة والله وفقني ونجحت من أول مرة. وذاك الوقت يعني ما كان فيه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولكن والله الحمد إن أنا سمعت إنه تأسست تقريبا بالتزامن مع حصولي على السي بي اي. الكلام هذا نتكلم عن عام 92 تقريبا. ومن شغفي وحبي للمحاسبة على طول تواصلت معهم وسجلت كعضو منتسب رقم 3. أنا عضو منتسب رقم 3 في الهيئة، وكنت جدا 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 مبسوط وفرح إنه مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية بدأت تنظم وتدار. وبعدها مباشرة أيضا صرت يعني ترقيت من مدير مالي إلى مدير تنفيذي في شركات مالية. أنا أدرت 3 شركات مالية كمدير تنفيذي. الأولاد طبعا هم أخذوا نفس الخطوات، يعني من كتر ما شافوا أنه والدهم كان متوفق فدخلوا جامعة البترول، والله الحمد تخرجوا محاسبة، كلهم محاسبة، 3 أولاد تخرجوا محاسبة. وظفت في مؤسسة بالبداية كمحاسبة عادية، إدخال قيود، مسكت البنك وإدخال قيود عادية، فواتير، وجلست في هذه المهنة تقريبا 2 لين ما صرت محاسب أول في شركة أخرى. ويوم من الأيام الوالد قرر إنه يفتح مكتب تركيب أنظمة وإشراف محاسبي واستشارات مالية. قال لي زينب إيش رأيك تجي معاي، لكن بشرط تاخذين السكبة. وأنا السكبة ما كانت في بالي في البداية، بما أن عندي عائلة صغيرة وكان وقتي كله يا عمل يا عائلة. بس ما حبيت أن أقول له لا، قلت يلا نبدي إن شاء الله وأبدي دراسة للسكبة.
والحمد لله اجتزت المحاسبة، وبعد كذا صرنا أنا والوالد ندرس للزكاة والضريبة مع بعض، ولين اجتزناها واجتزت المواد الأخرى. وفي أغسطس 2023 كان آخر اختبار إلي، كان أنظمة ومراجعة الاثنين مع بعض، والحمد لله اجتزتهم من أول مرة. بس وأنا جالسة في المكتب جاني رقم غريب، وفتحت المكالمة وقام يبشرني: أستاذة زينب اجتزتي، أخذت الزمالة، مبروك وكل شيء. وفرحت وبكيت وكل شيء. بس قلت له: طيب الوالد بعد، عطيني الوالد، نجح معاي نجح. كان يعني كنت أبغى يبشرني بالوالد أكثر، وقال ناجح معاك الحمد لله، وتقدري تبشريه أول قبل لا نبشره. والحمد لله بشرت الوالد، بس ما كان مصدقني، انتظر لين ما تجيه المكالمة، وفرحنا الحمد لله. يومها كان يوم مميز. لله الحمد، عمري أنا 71، وأحمد الله سبحانه وتعالى على الصحة والعافية. بس ودي والله أوصل نصيحة للزملاء والزميلات، اللي يعتقد إنه الوظيفة هي سكون، هي بداية السكون، وهذا خطأ كبير جدا. لأنه الرسول الأكرم أمرنا بالعلم من اللهد إلى اللحد. الأستاذ محمد الكديحي وبنته زينب معنا موجود اليوم، تحية وشيء لهم. واسمحوا لي أستغل الفرصة نسلم عليهم ونبارك لهم في هذا اليوم. أعطونا مايك إضافي بعد إذنكم أخواني المنظمين، تفضل. بسم الله أول شيء، وشرفتنا اليوم، نبارك لك نجاح ابنتك وابنائك كلهم. ايش تقول في هاليوم مجتمع المحاسبين حولك، ايش تقول لهم؟ تقرب بس المايك شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شاكر للمبادرة هذه، وبالفعل يوم سعيد جدا مميز في حياتي أنا وفي حياة كل الأحبة الأبناء والبنات. شكرا لكم. شو تقول لبنيتك؟ والله بدلت جهد كبير جدا، وكانت ظروفها شوي متجوزة وعندها العائلة وعندها دوام، أنا ما أخليها تترك المكتب قبل الساعة 4 يعني. فهي بذلت جهد كبير وتستاهل سنتين من التعب، والليلة هو التعويض يعني. أنا ودي أسمع منها والدك ودفعها المستمر لك للنجاح والظروف والتحديات اللي تواجهك، وش تقولين اليوم وعيونك غرقانة فرحة ولا غرقانة من التعب حق سكبة؟ علمينا. الحمد لله يوم مميز جدا، يغمرني بالمشاعر، وأتمنى أن الكل والجميع ينتهز هذه الفرصة ويأخذوا الشهادات المهنية اللي تخلي لهم مستقبل واعد إن شاء الله. اجتياز المواد. إيش كان يقول لك أبوك قبل دائماً وقت الاختبارات وقت الدراسة؟ كل ما عدتي كل ما زدتي في المذاكرة، كل ما استثمرتي وقتك، كل ما ركزت المعلومة، كل ما صرتي أحسن فيها. أنت اليوم زينب درستي هذا الفصل، أنتينا أحسن فيه اليوم اللي بعده يوم عن يوم يعني. أتمني زينب قولي للوالد شيء. شكرا والدي، وثقتك فيه وفي أخذ الزمالة وتشجيعك الدائم المستمر. الله يخليك لها، خليهم لك. أبو حبايب والله كلمة منك للخريجين اليوم ولكل من سيحصل على الشهادة. الله يبارك لهم جميعا. خليهم يشوفونك عشان يشوفونك في الكاميرا. الله يبارك لهم جميعا، وأقبل شهادة لأكثر من السكبة يعني في شهادات أخرى إن شاء الله طيبة، ماجستير، إدارة مالية،
CFA. انت بيهم يدرسون طول الوقت CBA؟ لا لا، ما هو هو انا 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 درسته للوقت، يعني انا 71 الان وعندي شهادات الليفل 2 CFA، عندي ماستر من جامعه لندن، بكالوريوس من جامعه الملك فهد، دوره تشيس. المعايير على عيالك عاليه مره. فايضا ودي والله اوجه اللي هو نصيحه في حاجتين. الحاجه الاولى انه لا يوجد بديل عن العمل الجاد، يعني هذه جملة جدا مشهورة، يعني there is no substitute for hard work، يعني okay. هذه لابد كل شبابنا يفهمها، يستثمر وقت عشان يتطور. شكرا جزيلا، نتمنى لهم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. أستاذ محمد أعطاكم 5 شهادات إضافية تأخذونها بعد سوق. شكرا أستاذ محمد، شكرا لزينب، ألف مبروك، ولكل اليوم المحتفى بهم معنا في هذه الليلة في هذا الحفل، حفل التميز المحاسبي. الآن أرحب معنا على المسرح بالرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، الأعزاء، زملاء وزميلاتي مهنة المحاسبة والمراجعة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محفل فخر يتجدد اليوم بطاقاتنا الشابة. مرحبا بكم في حفل التميز المحاسبي للحاصلين على الشهادات المهنية لعام 2023. يسعدني أن أشارككم فخري واعتزازي وسعادتي برؤية ما وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة من تطور وأهمية. ففي ظل وجود رؤيتنا الطموحة، رؤية 2030، وبدعم من ولاة أمرنا وقادتنا، ذاع ورسخ صيت مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي والعالم، ولله الحمد. ويشهد على ذلك ما وصل إليه اقتصادنا الوطني، وكيف أصبحنا دولة جاذبة للاستثمارات ومواكبة لكل التغيرات. فذلك هو الأثر الأساسي الذي يحدثه المحاسبين لوطنهم واقتصاده، ودعم مستهدفات رؤيته في الجانب الاقتصادي والمالي للوصول بهما إلى ما نطمح أكثر بإذن الله. زملائنا وزميلاتنا ممن حصلتم على إحدى الشهادات المهنية، أبارك لكم حصولكم عليها وأهنئكم على مسيرة صبركم وكفاحكم، فأنتم هنا اليوم بفضل الله ثم بفضل طموحكم وصبركم. ولكل فرد من أسرة هؤلاء المحاسبين والمحاسبات الحاصلين على الشهادات المهنية، هنيئا لكم وشكرا على دعمكم للمحاسبين الذين هم أمل المستقبل وأساس اقتصادنا الوطني. ففي هذا اليوم وهذه المناسبة يسرني أن أؤكد لكم أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وجدت لكم أيها المحاسبين، وعملت ولا زالت تعمل على رفع قيمة المهنة ودعم وتمكين كل المحاسبين وخلق بيئة محاسبية محفزة على الابتكار والإبداع في مواجهة التحديات. ولا ننسى أن ما وصلت إليه المهنة والهيئة من رقي وتقدم ومهنية عالية يشهد بها القريب والبعيد بعد توفيق الله، ثم دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين حفظهم الله، شارك فيه الكثير من أصحاب المهنة والاختصاص من أعضاء المجالس واللجان المهنية من المحاسبين والأكاديميين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، فكل الشكر والتقدير لهم. كما لا يفوتني أن أذكر بالخصوص معالي الأستاذ عبد العزيز الراشد رحمه الله رحمة واسعة، فهو من قاد المهنة وأعتبره أباً لها
واعتبره أب لها، وأسأل الله أن يجزي خير الجزاء على ما قدم من جهد وبذل من وقته وصحته لأجل المهنة والهيئة، فغفر الله له وأسكنه فسيح جناته. وفي الختام شكراً للحضور الكرام على وقتهم، وأبارك للمحاسبين كافة، مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح. شكراً شكراً يا دكتور. دكتور دائماً تسمح لي بسؤال إضافي، وأتمنى أن يعني صدرك ما زال يتسع لي. الأرقام تكبر في الإنجازات والتحقق، تقريباً معظم الفعاليات التي تقيمها الهيئة ولا أي شيء يتعلق بالمحاسبين دائماً ممتلئ، دائماً نشط، كل شيء رائع حتى الآن. ماذا تريدون أكثر؟ لا زال الطموح أكبر وأكثر. نتمنى أن يأتي يوم الأيام وأن نكون نحن والمحاسبين قد استطعنا قيادة الكيانات الاقتصادية في المملكة، والآن ولله الحمد الكثير من القياديين يشغلون مناصب قيادية في قطاعات اقتصادية، ولا أريد أن أسمي، ولهم كثير من الزملاء ممن حصل على الشهادات المهنية من يترأسون ويديرون أكبر البنوك وأكبر الصناديق والجهات الحكومية والجهات الخاصة. الأمل لا زال والطموح لا زال أن نصل بالمهنة إلى أعلى مستويات محلياً وإقليمياً ودولياً. أستاذ محمد القديح اليوم قال المزيد من الشهادات، احصلوا على المزيد، احصلوا على المزيد، وش تقول أيضاً للطلاب اللي اليوم حصلوا بعضهم على الزمالة وغيرها من الشهادات المهنية؟ في حديث مع معالي الدكتور عبد الله الفيصل، أول ما بدأنا الهيئة كان في شهادة الزمالة، الآن لدينا 5 شهادات وفي الطريق شهادتين، فحص الاحتيالي، فحص الاحتيال، شهادة فحص الاحتيال، وكذلك عندنا شهادة في ما يسمى الفورنسيك اكاونتينج، ايضا اللي هم اخصائي المحاسبة الجنائية، هذه ان شاء الله جاية في الطريق، وايضا سنعمل على اعداد شهادات اخرى ذات علاقة بما يسمى معايير الاستدامة، وايضا عندنا شهادة نسيت ان اذكرها، معايير المحاسبة في القطاع الحكومي الأبساس سيرتيفيكت، أيضا اعتمدت وبدأنا في الإعداد لإعداد الاختبار بالإضافة إلى شهادة فاحص الاحتيال. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا لك. ذكر سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة لمسة من الوفاء، ونكمل فيها أكثر. رجل رحل وبقي أثره على المجتمع المحاسبي، دعونا نشاهد في هذا الفيديو لمسة وفاء لمعالي الأستاذ عبد العزيز بن راشد الراشد رحمة الله عليه. إن رياح التغيير التي حدثت خلال بداية هذا القرن كان لها دور هام كبير في تسارع تطوير المهنة عالمياً، ولقد أثرت بشكل مباشر على تطوير المهنة في المملكة. لابد لكل من شارك في هذه المسيرة أن يرصد له تاريخيا في تطويرها، فالحكمة والخبرة كانت من أستاذنا القدير عبد العزيز الراشد مؤسس هذه المهنة. كان لدينا جميعا شعور في ضرورة التطوير، وجرى اجتماع في معهد الإدارة في عام 1402 هجرية تقريبا، فتم إعداد مذكرات وانتهى هذا المشروع بمنتجات محددة جاءت في 3 مجلدات، وجرى مناقشتها مع وزارة التجارة، وتم التوصل إلى أنها كافية لوضع تصور تنفيذي لتطوير المهنة. في وقت باكر وعصر ناهض بنهل العلم في كل مجال، بدأ معالي الأستاذ عبد العزيز الراشد رحمه الله مسيرته العلمية دارساً البكالوريوس في تخصص المحاسبة وإدارة الأعمال، مستكملاً علمه بدراسة الماجستير في الإدارة العامة وإدارة الموارد المالية. ولم يكتفي علماً، فبعد دراسة الماجستير نال الراشد دبلوم المحاسبة والمراجعة، ومن ثم ترجم علمه ومعرفته بتأسيس مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون. تنقل رحمه الله بين مناصب عدة،
ليعكس بذلك جدارته وعميق علمه، فتولى عدداً من المناصب في القطاع الحكومي، كان أبرزها محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه، ووكيلاً لوزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، ومدير عام الحسابات العامة للدولة. وحظي الراشد برئاسة وعضوية 11 مجلس إدارة لجهات محلية ودولية، منها شركة الاتصالات السعودية وهيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وبخبرته العميقة ونظرته السديدة، كان له الأثر البالغ في تأسيس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين آنذاك. ففي عام 1979 للميلاد دار حديث بينه وبين وكيل وزارة التجارة يوسف الحمدان للنظر فيما يشوب المهنة من نواقص، حتى يكون حلها سبباً في النهوض بها وجعلها أكثر دعماً للاقتصاد الوطني. وأثمر الحوار بضرورة إجراء دراسات تعكس ما تحتاجه المهنة تمهيداً لتطويرها على مراحل، وذلك بتأييد وإشراف وزير التجارة في حينها سليمان السليم رحمه الله. وتولى مكتب الراشد هذه المهمة بجهود بارزة ومذكورة، بذلها عبد العزيز الراشد رحمه الله مع رفقاء الدرب. انتهت الدراسة بصدور قرار وزاري يقضي باعتماد الدراسة التي نفذها مكتب الراشد لتكون مرجعاً لكل محاسب قانوني، كما اعتمد مشروع تنظيم المهنة الذي رفعه مكتب الراشد، وتوجت الجهود بصدور مرسوم ملكي كريم تم بموجبه إلغاء نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي ميم على 43 وبتاريخ 13 من الشهر السابع من عام 1394 للهجرة، وصدر نظام جديد أسس لمهنة منظمة، وجاء فيه إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام 1992 للميلاد تحت إشراف وزارة التجارة لتعمل على تطوير المهنة والارتقاء بمستواها. وتولى الراشد منصب عضو مجلس الإدارة في الهيئة ورئيس لجنة معايير المحاسبة ولجنة مراقبة جودة الأداء المهني، كل ذلك هو ثمرة حوار كان للعلم والخبرة أثر بالغ فيه. عبد العزيز راشد الراشد رحل، وبقيت إسهاماته الوفية على مهنة المحاسبة والمراجعة محلياً وإقليمياً. للإنسان في هذه الدنيا سبيل واحد للخلود، وهو أن يبقى خلفه أثر، كلما كبر هذا الأثر وزادت قيمته طالت مدة هذا الخلود. معالي الأستاذ عبد العزيز بن راشد الراشد رحمة الله عليه، خالد أثره وباقي معنا نحتفي به في هذا اليوم. استأذن سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة دكتور أحمد المغامس انضمن معنا للمسرح، وكذلك نرحب معنا بمعالي الدكتور عبد الله الفيصل لهذه الفقرة للمسة الوفاء لمعالي الأستاذ عبد العزيز بن راشد الراشد رحمة الله عليه. هذا التكريم لأبنائه رحمة الله عليه، يستلمه نيابة عنهم ابنه الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز الراشد. إذن هو التكريم والوفاء لمعالي الأستاذ عبد العزيز بن راشد الراشد رحمة الله عليه. نستأذنك معالي الدكتور عبد الله الفيصل بكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. استأذنت أخي الكريم سعادة الأمين دقيقة ونصف تكريما لمن نقف إكراما ووفاء له. ما رأيناه في الفيلم اختصر كل ما يمكن قوله، ولكن أقول ثلاث كلمات. إذا ذكر الشعر ذكر المتنبي، وإذا ذكر الكرم ذكر حاتم،
وإذا ذكرت المحاسبة في المملكة العربية السعودية ذكر عبد العزيز الراشد. من هذا المنطلق فنحن في كليات الشرق العربي يسعدنا ويشرفنا استضافة ودعم كرسي محاسبي باسم عبد العزيز الراشد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. شكرا لكم. شكرا معاليك على هذه الكلمة وعلى هذا التقدير، ورحمة الله على معالي الأستاذ عبد العزيز بن راشد الراشد، هذا الأثر سيبقى دائما. الآن ننطلق إلى فقرة مختلفة قليلا. في الأيام الماضية كانت هنالك مسابقة لأول مرة تقام في المملكة العربية السعودية وتقام بالتعاون بين معهد المحاسبين الإداريين IMA والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وأقيمت في المملكة العربية السعودية لأول مرة. اسمحوا لي أن أرحب معنا على المسرح بالأستاذ أحمد مخلاتي، رئيس معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، وكذلك أستأذن الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس للانضمام من جديد معنا على المسرح. لن تتخلص مني بسهولة هذه المرة، تفضل معنا على المسرح. تحية للدكتور أحمد. ودي نسمع منك كلمة عن هذه المسابقة بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمحوا لي بس أتكلم شوي عن هذه المسابقة. المسابقة يقيمها معهد المحاسبين الإداريين عادة في الشرق الأوسط في دبي، فرغبنا أن تكون هذه المسابقة السنة هذه في المملكة العربية السعودية، خاصة أن الهيئة ومهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة متقدمة، فسمحوا أو يعني وافقوا على هذا الموضوع، والحمد لله كانت الترتيبات كلها على أحسن وجه. شارك العديد من الجامعات في منطقة الشرق الأوسط، بلغ أكثر من 80 فريق، وقدمت حالة محاسبية شارك فيها حلها وإيجاد أفضل الحلول لها. هذه الفرق صارت في مسابقة بينهم، تصفيات أولية ثم تصفيات أخرى، ثم اليوم صار فيه التحكيم على المراكز الثلاث الأولى. الفرق هذه الفرق طلاب، هم طلاب في الجامعات تخص المحاسبة. المسابقة تسمح أن يكون هناك أكثر من فريق في نفس الجامعة، فقد ترون الجامعة فيها ثلاثة فرق وأربع فرق لإيجاد الحل المناسب لهذه الحالة. أنا ما أدري وين راح أحمد مخلاتي، إذا كان موجود ولا يمكن أنا فرصتي اليوم أني أصير محاسب. طيب اسمحوا لي أنوب بس يعني شوي عن تواجده معنا اليوم، وأعلن عن المركز الثالث. أنت بيكون معك دكتور أحمد المركز الأول، بنحتفظ فيه. تفضل دكتور، تفضل معنا على المسرح، تكون بدال أحمد ما أدري وين راح، لكن حاولت أني أصير محاسب بس الدكتور رئيس هيئة ما يقدر يعطيني إياها كذا ببساطة. تحية للدكتور معنا على المسرح. أحمد فين؟ أحمد فين عاد هون؟ عم بيوصل. طيب أنت حتعلن المركز الثاني ولا؟ شكرا. يشرفنا نكون نتعامل من IMA مع سوكبا في علاقة منحب تتطور أكثر، ووجودنا في السعودية بيشرفنا كمان. بإذن الله. اسمحوا لي أنا في المركز الثالث سأعلنه. دكتور ستعلن المركز الثاني، ثم الدكتور أحمد سيعلن المركز الأول. نريد أن نرى فقط الفرق الأربعة، ترفعون يديكم، أعتقدهم موجودين في الجهة هذه، فخلونا نركز على مشاعرهم، مصورين، أصحاب الكاميرات، فالإضاءة. السلام عليكم. أهلا وسهلا دكتور، أهلا وسهلا. تحية للأستاذ أحمد مخلاتي. الله يخليك. تفضل يا دكتور. أول شيء قبل إعلان الاسم وشي نرحب فيك معنا على المسرح، كلمة للحضور وللمشاركين في المسابقة. أكيد. أحمد مخلاتي، سينيور دايركتور ات IMA ميدل إيست إنديا إن أفريكا أوبريشنز.
بسرني كثير أن أكون مع حضرتكم اليوم، واليوم كمان مثل ما عم نحتفل بالبروفيشنالز تحت اسم حفل التميز المحاسبي. كنت عم بركض دكتور. أنا بأخذ عنك الكلام شوية دكتور، وبناخذ منك كلمة بعد إعلان النتائج. اسمح لي أعلن المركز الثالث الآن، ثم ستعلن المركز الثاني بعدها. سأبدأ بالإعلان. المركز الثالث لدي. طيب تفضل. المركز الثالث رقم، ولا بلاش أقول رقم، في المركز الثالث جامعة القصيم. ألف مبروك. إذن جامعة القصيم في المركز الثالث، تفضلوا معنا على المسرح. في المسابقة الطلابية في دراسة الحالة المحاسبية، هذا التعاون ما بين الهيئة ومعهد المحاسبين الإداريين IMA يجعل المسابقة تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، و103 فرق مشاركة، 4 فرق نهائية وصلت، وتم التحكيم اليوم صباحا في المركز الثالث، وجائزة مقدارها $1,500 لجامعة القصيم. ألف مبروك. إذن جامعة القصيم يفوزون بالمركز الثالث في هذه المسابقة، والصورة الجماعية للفريق الفائز: جنى العقيل، داليا الشبل، ليان الرحياني، درة العليط، وأنوار الرشودي، وبإشراف الدكتور نزار شويمان. ألف مبروك. ألف مبروك. شكرا جزيلا لكم، ودعونا الآن نعلن عن المركز الثاني. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لكم. ألف مبروك. بين 103 فرق في المركز الثاني. أستاذ أحمد لديك الإعلان. بالمركز الثاني بصرنا نعلن فوز دمنهور يونيفرسيتي. دمنهور يونيفرسيتي، ألف مبروك. تفضلوا معنا على المسرح. $2,500 للمركز الثاني. شريف عاطف، ندى خالد محمود، إبراهيم محسن عوض، دسوقي علي عبد الله، ونهال عبد العزيز. مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك لجامعة دمنهور، الفريق رقم 4668 بإشراف الدكتور إيهاب عبد السميع حسن. هذه المنافسة الطلابية، المسابقة الطلابية في دراسة الحالة المحاسبية على المستوى الشرق الأوسط. في المركز الثالث كانت جامعة القصيم، في المركز الثاني جامعة دمنهور. ألف مبروك لكم. إذن هذه هي الصورة الجماعية بعد كل هذا التنافس. شكرا جزيلا لكم، ألف مبروك. والآن نقترب من لحظة إعلان المركز الأول. أما بالنسبة للمركز الأول، كما ذكرت أنه يجوز أن يكون هناك أكثر من فائز من أكثر من جامعة حسب الفريق. فاز في المركز الثالث أيضا جامعة دمنهور. ألف مبروك. مبروك. إذا الفريق في المركز الأول، كذلك من جامعة دمنهور، فريق رقم 4723 بإشراف الدكتور هيثم رمضان شحاتة، أعضاء الفريق عمر ياسر عبد اللطيف، أروم جاهد أبو سليمان، حسام عبد الرحمن عبد الخالق،
علاء عماد الدين سويلم مهند عبد العاطي محمد كل من هم معنا اليوم نبارك من جديد للفائز بالمركز الأول في مسابقة طلابية للمسألة المحاسبية. مئة وثلاث فرق من شتى الجامعات في الشرق الأوسط، والفريق رقم 4723 من جامعة دمنهور يحصل على المركز الأول. ألف مبروك، ألف 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 مبروك، دمع وفرح وتصفيق تستاهلون، شكرا جزيلا لكم. استاذ انت التقطت انفاسك، خلاص التقيت تقدمون بعد تتقدم بعد اذنك استاذ دكتور. بعتذر منكم مرتين على تاخير. احمد مخلاتي سينيور دايركتور ات اي ام اي ميدل ايست انديا اند افريكا اوبريشنز. از ا جريت بليجر نكون معكم اليوم، احكي لكم شوي عن المسابقه تحت التايتل اللي هي ستودنت كيس كومبيتيشن اللي نحن بنعملها عالميا كل سنه. هيدي السنه بالشرق الاوسط عملناها ان بارتنرشيب and we have been honored with سقبة تحت إشراف الدكتور أحمد مغمس، وكان الإقبال على هيدي المسابقة بالشرق الأوسط كتير كبير. كان في جامعات من المملكة، جامعات من مصر، من الكويت، من البحرين، من قطر، من لبنان، من الأردن، وكان عليها تنافس كتير شديد. نحن المساندة والسبورت اللي أخذناه من سقبة كان كتير مهم لنا. وهذه المناسبة كمان إنه حبينا نعمل المسابقة بالرياض ونعلن على النتائج. سو حابب أعطي كلمة شكر للدكتور أحمد مغمس اللي أعطانا كل سبورت لهيدي الكومبيتيشن، وكانت very successful. والحمد لله مثل ما شايفين هالشباب والصبايا معنا اللي ربحوا بالمسابقة من بين 100 جامعة بالشرق الأوسط اللي هن قدموا للمسابقة وعملوا جهد انه يكونوا بقلب المسابقة، ووصلنا للفاينلس تحت الاشراف الثقبة، والحمد لله احني هون معنا الليلة. بتشكركم وبتشكر مس وصال، مس ماي اللي ساعدونا كمان، وكل الهيئة، شكرا كثير لكم. الان اسمحونا نكرم لجنة التحكيم بعد اعلان الفائزين. اسمحونا نرحب استاذ احمد والدكتور احمد معنا على المسرح باعضاء لجنة التحكيم تكريم لجهودهم ودعمهم اعمال تقييم الفرق، وهم الاستاذ احمد العريني. الأستاذ أوس المسلم، والأستاذة منى الشنيفي إن كانت موجودة معنا اليوم، والأستاذ فادي قني. إذن شكرا لأعضاء لجنة التحكيم، وألف مبروك للفرق الفائزة، ونتمنى الكثير من الفرح والفوز في المرات القادمة لكل المشاركين. لا نبيك معنا. شكرا للأستاذ أحمد، تحية أخرى. سعادة الأستاذ أحمد مخلاتي رئيس معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا. الآن وكما اعتدنا في هذا الحفل نكرم شركاء النجاح. الكثير من الجهات اجتهدت وجعلت من هذه المنجزات حقيقة، شراكة دائما رائعة ومثمرة مع الهيئة، ويستحقون دائما التقدير والتكريم. ونبدأ مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ولدينا فقط مجموعة أرقام لمجموع الشهادات التي أو المتقدمين على الشهادات التي تم تكريمهم
أو تم المساهمة وتمكينهم في الحصول عليها من صندوق تنمية الموارد البشرية ودعمهم المستمر الذي لا ينقطع والأرقام المتزايدة مع كل سنة. فشكر كبير لهم. اسمحونا نرحب معنا على المسرح بالمدير التنفيذي للبرامج في صندوق تنمية الموارد البشرية هدف الأستاذ سامر الريان. جهد مستمر دائما من صندوق تنمية الموارد البشرية وتمكين لا ينقطع في كل المجالات، ونحن اليوم نشكرهم على هذه الشراكة مع الهيئة والدعم المستمر والتمكين الرائع. شكرا جزيلا. أيضا استحقون أيضا المركز الوطني للقياس على تسهيل إجراءات استضافات الاختبارات المهنية، ومعنا المدير التنفيذي لمركز قياس الدكتور عبدالله القاطعي. المركز الوطني للقياس أحدث نقلة عظيمة وتاريخية في المملكة العربية السعودية في جودة الاختبارات ودقتها وسرعة تنفيذها والأنظمة الإلكترونية الخاصة بها. فشكر دائم مستمر لا ينقطع على تمكينهم ودعمهم المستمر. الآن ننتقل لفقرة تكريم خاصة كذلك، وهي للجهات الرائدة في دعم واستقطاب الحاصلين على الزمالة. تم تقسيم هذه الجهات إلى ثلاث جهات أو ثلاث قطاعات: القطاع الحكومي وقطاع الشركات المهنية والقطاع الخاص. وفي كل قطاع سيتم تكريم جهة على أكبر عدد موجود من الحاصلين على الشهادات المهنية يعملون لديهم. ونبدأ في القطاع الحكومي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 71 موظف حاصل على زمالة الهيئة. نرحب معنا على المسرح بنائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطاع الأعمال سعادة الأستاذ عبدالله السدحان. أما في الشركات المهنية، شركة أرنست أند يونغ للخدمات المهنية 45 موظف حاصل على زمالة الهيئة. ونستأذن سعادة الأستاذ وليد غازي توفيق شريك في شركة إي واي. القطاع الخاص، شركة الاتصالات السعودية 33 موظف حاصل على زمالة الهيئة. معنا نائب الرئيس للمراقبة والتقارير المالية سعادة الأستاذ عمر الشبيبي. إذن في هذه الفقرة تكريم للجهات الرائدة في دعم واستقطاب الحاصلين على الزمالة في القطاع الحكومي كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في القطاع الشركات المهنية كانت شركة أرنست أند يونغ، وفي القطاع الخاص كانت شركة الاتصالات السعودية STC. شكرا جزيلا لكم جميعا على هذا التمكين وعلى هذه الثقة. تحية لكل الشركات، من ذكر منهم اليوم ومن لم يذكر. الفقرة الختامية هي دائما مع المتفوقين، والمتفوقين الحاصلين على الشهادات المهنية لعام 2023. ونبدأ بالحاصل على جائزة التميز في مادة المحاسبة حسين محمد الدليم. حاصل على جائزة التميز في مادة المحاسبة حسين محمد الدليم، ألف مبروك.
الحاصل على جائزة التميز في مادة المحاسبة المالية خالد عبد الله الحربي. والحاصل على جائزة التميز في مادة المحاسبة الإدارية والحكومية سليمان بن إبراهيم الفوزان. يستاهل. الحاصلة على جائزة التميز في مادة المراجعة في صالح المطيري. ما زلنا في ذكر أسماء المتفوقون في اختبارات المتفوقين في اختبارات الزمالة. والمتفوق التالي حصل على جائزة التميز في مادة الزكاة والضريبة حسن علي الجميع. والحاصلة على جائزة التميز في مادة الزكاة والضريبة سارة سلمان الجردان. الحاصل على جائزة التميز في مادة فقه المعاملات أحمد محمد بن نومان. ننتقل للمتفوقون في اختبارات أخصائي ضريبة القيمة المضافة. والحاصل على جائزة التميز في اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة صالح عبد العزيز الزاهد. هنالك ثلاث أسماء من المتفوقين لم يحالفهم الحظ أن يكونوا معنا، لكن يستحقون أن تظهر أسماءهم على المسرح وأن تحييوهم حتى وإن كانوا بعيدين عنا. الحاصل على جائزة التميز في مادة بيئة الأعمال نزار ياسر الحسين. الحاصلة على جائزة التميز في اختبار فني المحاسبة ساجد إبراهيم الخباز. ومن المتفوقين في اختبارات الزمالة الحاصل على جائزة التميز في مادة الأنظمة التجارية أحمد خالد العماري. الآن لكل المتفوقين التي ذكرنا أسماءهم وظهروا معنا المسرح، تفضلوا من جديد، نريد الصورة الجماعية للمتفوقين الحاصلين على الشهادات المهنية لعام 2023. تحية من جديد لهم، تفضلوا معنا على المسرح. ونستأذن كذلك أعضاء مجلس إدارة الهيئة للظهور معنا على المسرح والصورة الجماعية مع المتفوقين الحاصلين على الشهادات المهنية لعام 2023.
إذن يجتمع معنا على المسرح أعضاء مجلس إدارة الهيئة والمتفوقين لبين 1057 حاصل على الشهادة، 1054 حاصلين على الشهادات المهنية لهذه السنة. حضورنا الكريم، التحية ما قبل الأخيرة، لأن بقي لدينا الصورة الجماعية معكم كلكم، من حصلوا على الشهادات وأهلهم، أباء والأمهات، الإخوة والأخوات، الأزواج والزوجات. سنكون في صورة جماعية كاملة، لا تبتعدوا، سنأخذها جميعا. سنتبع فقط تعاليم المصورين حتى نأخذ الصورة الجماعية للمتفوقين والمتفوقات الحاصلين على الشهادات المهنية في هذا الحفل، حفل التميز المحاسبي للحاصلين على الشهادات المهنية لعام 2023. تحية من جديد لهم، ألف 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 مبروك، تستاهلون. الآن أعضاء مجلس إدارة والرئيس التنفيذي، نستأذنكم في العودة للمقاعد لأخذ الصورة الجماعية مع كل الحضور. الإخوان في الكنترول طلعوا لنا الإضاءة الكاملة، نريد الصورة الجماعية. نقف بعد إذنكم، هذه هي الصورة الخاصة بالحفل، حفل التميز المحاسبي للحاصلين على الشهادات المهنية لعام 2023. ينضم مع المصورين على المسرح، هي صورة جماعية ستؤخذ بكل الطرق، بالفيديو، بالصور، ولكن يجب أن تكون صور لا تنسى. إذن هذه هي الصورة الجماعية في حفل التميز المحاسبي للحاصلين على الشهادات المهنية لعام 2023، والذي تقيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ألف مبروك لكل الحاصلين على الشهادات، 1054 ناجح، 1054 قصة نجاح، جهد رائع، تستحقون عليه التقدير والتخليد لهذه اللحظات. ألف 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 مبروك، وتحية كذلك للأهالي الموجودين معنا على جهدهم، تشجيعهم المستمر. كنت معكم أنا محمد الموسى، نراكم بإذن الله في احتفالات مستمرة ودائمة لا تنقطع للمجتمع المحاسبي، في أمان الله. Thank you.